عليكم، نتمنى ملا تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقه جديده، غادي نكتشفوا المرسيدس. المرسيدس ما شاء الله، بقاو معايا الخوت. موتوريزاسيون ديال المرسيدس بنز جي ال او كوبي، هذه اللي معنا، هذه اللي معنا بلوغين ابريد، كاين فيها موتور الكتريك وموتور ديزل. موتور ديزل كيجي في لاغام، كتجي في لاغام ديزل 350 دي كاتماتيك كوبي. بويسونس ديالو 320 شوفو. الكوبل ديالها 700 نيوتن متر. سيلندري الفوليوم ديالها 1950 سنتيمتر كوب 2 لتر تقريبا. كونسوماسيون ديالو ميكست 1.1 لتر في كل 100 في كل 100 كيلومتر، حيت كاين موتور الكتريك حتى هو كيهز. الكاربيرون كاين ديزل و بلوغين ايبريد، يعني كاين موتور تاع الكتريك. لوتونوم الكتريك 106 كيلومتر. بويسونس فيسكال 11 شوفو. طوموبيله كتمثل الفخامه ليكسوري 100%. طوموبيله ترانسميسيون ديالها انتيغرال، الكاروسري ديالها سي يو في. طوموبيله ما شاء الله، اجيو نكتشفوا جميع لي زيكيبمون اللي فيها وجميع لي زوبسيون اللي فيها ونعطيو الفيدباك ديالنا. مرسيدس بنز جي ال او كوبي كانت اول جينيراسيون ديالها في 2015، لسه مرات كيجي الاول حتى 2018 لونسا لينا الجيل الثاني من جي ال او حاليا معنا، وفيها حاليا بلوغين ابريد اللي معنا اليوم وغادي نكتشفوها. نرجعوا شويه للتاريخ في المحركات الكهربائيه. التويوتا هي اول شركه نجات لنا او طورت لنا محرك كهربائي تقريبا من 97، وتقريبا عندها دابا خبره اكثر من 24 سنه. استفدت منها مجموعه من الشركات، خصوصا الشركات الالمانيه الاودي، مرسيدس، بي ام، بورش، واستفدوا من البلوغين وداروا لنا محرك ايبريد ومحرك بلوغين اي هايبريد. فهذا بلان زوين زوين بزاف، حيت ساهم في الحفاظ على البيئه كدرجه اولى، وبحال قلتي كيسوق كيدي السيكتور اوتوموبيل لواحد النيفو اخر بحال قلتي نظره مستقبليه. للامانه الخوت الطوموبيلات اللي تيكونوا ايبريد تيكونوا معفيين من الضريبه اكزونوري. هذا بلان زوين باش تيبوشي الناس، لايك كيموتيفي الناس باش يشريوا هذا النوع من السيارات. هذا افونتاج كبير بالنسبه للسيارات ايبريد، واخا يكون واصل لا شوفودين ديالها فين ما كانت، واخا تكون طوموبيلات دو لوكس كتكون معفيه من الضريبه. هذا افونتاج. اجي نشوفوا الطوموبيله من الواجهه الاماميه ديالها لي زوبسيون اللي فيها. ليتس دو ات. مرسيدس بنز جي ال او كوبي الايبريد هذه اللي معنا، ما شاء الله سميه طويله. لافاز ديالها واعره، لي زوبتيك ديالها جاو فول ليد، انتيليجنت لايت سيستم بتقنيات الماتريكس. الكالوندر ديالها جاز كرومي، فيه في اللوغو ديالها ديسكترونيك او ريغيلاتور ادابتاتيف من ناحيه السيكوريتي مزيانه، كيديتيكتي لا ديستونس بينك وبين الطوموبيل اللي كتكون قدامك، وكيتحكم في لا فيتيس. هادشي زوين بزاف الحقيقه من ناحيه السيكوريتي، 5/5. العلامه الكاميرا لي غادا 360، الكاميرا دو ريكول 360، لي كاميرا كتعطيك التقنيه ديال بيرد فيو، كتشوف الطوموبيله بحال شكل تاع الدرون، حاجه واعره. كالندر كبيره كتدخل لير بكونتيتي كبيره للموتور، سيستم فريناج، سيستم سسبونسيون باش يكون واحد لو فخاديسمون كافي لي تكنولوجي اللي عندك في الطوموبيل. لي جونت كيبداو من 19 كتوصل حتى 22، عندك كوليكسيون كبيره تاع لي جونت اون الومنيوم، بالفعل اختار اللي عجبك. تقنيات المحرك الكهربائي اي كيو باور، لي روتروفيزو رابطابل شوفون بوان افوغل، كلشي فيهم سيليمينوز. البوني ديالها براند لي مارش بي اي ليستوريك، شي حاجه اريتاج تاريخيه، اريتاج بالنسبه للمرسيدس. الكروم داير على الطوموبيل بشكل زوين، لي فيت ختانتي تاع لي باساجي، حاجه زوينه. الطوموبيله ما شاء الله، طوموبيله ايبريد، محرك كهربائي ومحرك ديزل. هذا من ناحيه الواجهه الاماميه، ومن ناحيه الجانبيه تاع الطوموبيل اجي نشوفوها من اللور حتى هي. عندك لي فو اغيير حتى هما فول ليد، جاو انتيغري في الباب تاع الكوفر. دي فو اغيير ديناميك، عندك هنا انسين تاع الموتوريزاسيون كاتماتيك، دوبل فلوكس ديشابمون كرومي، سيستيم ديفيوزر سبور، الكروم ايفريوير الخوت، حاجه واعره بزاف. جات بواحد لايرو ديناميك باش يعطيها واحد الانسيابيه 100%. هنايا بحال قلتي ديسكريبسيون تاع الموتوريزاسيون جي ال او 350
دي ديزل. شوفوا لي فواريا ديالها كليك دي فيها دي سين ديناميك حاجه واعره بزاف. فوالا هذا ما كاين من ناحيه لي زوبسيون من الواجهه الخارجيه. اجي نشوفوها من الداخل. طوموبيله غنيه بلي زوبسيون من الداخل ديالها. اجي نبداو بالباب فيها الكوير لي فيتر الكتريك البواني كرومي سيستيم سونوريزاسيون واعر لي بونكيت اريير رابطابل بونكيت اريير رابطابل اون كوير دي سيربي كور بلون فيهم لي زوفيكس من اجل تثبيت الدراري بونكيت. عندك عندك الاكودوا سنترال في كوب هولدر عندك الكليماتيزاسيون بيزون عندك دو بورت يو اس بي بورت تاع 12 فولت من اللور. هادشي واعر بزاف الخوت عجبتني في الحقيقه. باش نكتشف الطوموبيله نتشوق نكتشفوها من الواجهه الاماميه ككونديكتور والباساج اللي غادي يجلس حداه. فيها طوا بانوراميك كيف ما كتشوفوا البلان فو ديالها جاب داك الكولور لي نوار كتمثل لوك سبور اغريسيف وكتمثل لا ليكسوري. الطوموبيله من القدام اني كرون كتافيشي لك لي طاس تاع الموتور الكتريك واعره. عندك هنايا فونكسيون ميموار تاع لي سيلغي ديالك لي فيتر الكتريك الكوموند تاع لي روتروفيزور هنايا الكوموند تاع الباب تاع الكوفر اللي كيتحل الكتريك لي سيلغي جاو اون كوير كيبردو كيسخنو فونكسيون مساج حاجه طوب الخوز لوكس كلاس بزاف. اجي نشوف الكونسول سونترال ديالها واهم الحوايج عندك هنايا لا سوي دو بورت كلير مرسيدس بنز عجباتنا الطوموبيله الخوت. الفولون ديالها ريغلابل افون اي بروفوندور ملتي فونكسيون 3 برونش اون كوير سيربي كور بلون ما شاء الله باليت بلوس باليت موا يعني شنو غادي نقول لكم طوب طوب ما شاء الله ما شاء الله. نتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش لايك سبسكرايب واجي نكتشفوا هذه المرسيدس هذه اللي عندها ما تقول الخوت واو. الكونسول سنترال ديالها واعر بزاف عندك ان ايكرون 12.3 بوص كومباتيبل مع الكارت بلاي الابل والسمارت فون الاندرويد. فيها نافيغاسيون جي بي اس ديسك دور حاجه واعره اخر ما كاين في انظمه الملاحه. عندك كليماتيزاسيون اوتوماتيك تيرميك بيزون. عندك الطوموبيله كتجيب 64 كولور في لي كولور دومبيونس حاجه واعره الخوت ما شاء الله. هذا عندك سيستيم ديال الرشارج سون فيل للسمارت فون. زيد عليها ان الطوموبيل فيها لي ليد ديكليراج انتيريور. الطوموبيله اون كوير الابيتاكل ديالها جاو فواحد اللوك واعره. اجي نكمل لكم من ناحيه لا سيكوريتي فيها الاي بي اس الباز الاس ار دي اس ار سيستيم بريسي لي زرباك فيها فرونتو لاتيرو افون ريدو اي جونو. فيها الباك بروتيكسيون اون سي فول فيها الكيت تاير فيد فيها ديتيكتور ادابتاتيف فيها افيشاج اون تيت ما شاء الله من ناحيه لا سيكوريتي فول فول سيكوريزي صراحه امنه 100%. Thank you.
مرسيدس اخوت الطوموبيله هاي بيرفورمانس الخوت عندما تقول من ناحيه الموتوريزاسيون من ناحيه الاستيتيك الطوموبيل كتمثل الفخامه الخوت واو ام فيري هاي تو بي ان هير ان ذيس فاكين ديلرشيب.